أهلا بكم، حلقة جديدة من سابقا. النهاردة بيشرفني فيها مغني الأوبرا الشهير الفنان الجميل حسن كامي. كل سنة وانت طيب وحضرتك بالصحة والسلامة. يا أستاذ المستمعين كلهم بخير ورمضان كريم على الجميع. مطرب الأوبرا سابقا، اللقب ده ينفع في مطرب أوبرا سابق؟ كل المغنيين اللي ما بيغنوش على خشبة المسرح سابقين، فأنا على العموم لي الفخر إن أنا رفعت علم مصر 43 سنة في مسارح الأوبرا، والنهاردة سابقا لأن مقتضيات العمر بتفرض على الواحد أن يحترم سمعته القديمة ورصيده مع جمهور واحتراما لسنه برضه. مطرب الأوبرا السابق حسن كامي، بتشتغل إيه دلوقتي؟ أنا بشتغل في مكتبة حلوة جدا في 15 شارع قصر النيل، اسمها مكتبة المستشرق، وفيها عدد لا بأس به من الكتب النادرة القديمة، مش الجديدة ولكن طبعا قديمة، مش آثار يعني، كلها قانونية، بتتكلم عن سفر وبتتكلم عن سياسة وبتتكلم عن سير ذاتية وبتتكلم عن مصريات وبتتكلم عن السياحة في مصر بالذات. وبعدين بنبيع عدد من الصور المستنسخة من نقدر نقول حضرتك اسمهم ليتوغرافي، مطبوعات حلوة قوي نادرة قوي، والحمد لله. هل ده أكل عيشك دلوقتي؟ الحمد لله أكل عيشي على أجمل وجه والحمد لله. حسن كامي، قبل ما تشتغل مطرب أوبرا كنت بتشتغل إيه؟ أنا كنت بشتغل في السياحة الأول خالص، أثناء عملي أو أثناء دراستي كلية الحقوق كنت بشتغل في شركة سياحة، والحمد لله تدرجت فيها لغاية ما قدرت أخش الأوبرا وأنجح في الأوبرا. وبعد ما حصل حريق الأوبرا سنة 71 سافرت إلى بلاد برا يمين وشمال لغاية ما الحمد لله كونت باسم مصر رصيد جميل جدا من الأعمال الأوبرالية والسفريات الطويلة العريضة المليئة بالتحديات، لغاية ما رجعت مصر ومعايا فلوس كويسة اشتريت بيهم المكتبة دي وأهدتها لزوجتي، وهي الله يرحمها كانت قارئة ناهمة، وأهلها كانوا ناس مقتدرين جدا وكانوا عندهم شك إن أنا هكون عندي طمع في ثروتها، ولكن أنا اديت لها ما هو أكتر من ثروتها اللي هو إيه؟ المكتبة. العلم. احكي لي عن يوم اعتزالك، خدت القرار ده إزاي؟ كنت بغني للمرة 440 بطولة أوبرا عايدة على خشبة المسرح في الأوبرا، ويوميها ربنا جبر بخطري وغنيت كويس قوي بإلهام عظيم، والجمهور وقف وسقف لي بشكل مؤثر اتأثرت بيه، وقلت يا رب أنا النهاردة عايز أعتزل عشان الناس تفتكرني زي ما هي فكراني وأنا افتكرها زي ما أنا شايفها. الناس فوجئت بقرار اعتزالك؟ لا، هي ما فوجئتش، أنا مشيت بشويش بشويش يعني، مش أنا صوتت وكتبت في الجورنال ولا أي حدش عارف حاجة. المشهد الواقف قدامك في حياتك اللي فاتت؟ يوم وفاة ابني الله يرحمه ويوم وفاة نجوى الله يرحمها، هما الاثنين ربنا اختارهم إلى جواره وأنا عايش في ذكرهم النهاردة. فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل حوارنا مع الفنان الكبير حسن كامي. بجدد التحية بحضراتكم، حواري لا يزال متواصل في سابقا مع الفنان الجميل حسن كامي. أستاذ حسن، لسه بتكتب لزوجتك الرحيلة رسالة يومية على الفيسبوك؟ هو في الحقيقة أنا بطلت أكتب الرسالة اليومية على فيسبوك بعد سنتين من وفاتها، ولكن الجماعة بتوع الفيسبوك متأثرين بالكلام اللي أنا كتبته، فكل أنا وآخر بيكرروه، وأنا يعني أصل الأزواج الحاليين ما بيكتبوه. لا، ما الناس كلها، أنا بستغرب على الناس اللي تقول والله أنت متجوز يخرب بيت الحظ الكئيب، أنا كنت مبسوط أو سعيد. يمكن عشان أنت اتجوزت عن حب، ما هو ده يعني الجواز صالونه. لا، أنا حبيتها قوي قوي قوي. وهي حبتك؟ لا، أرجو كده. حياتك الطويلة أستاذ حسن كامي، هل عملت فيها كل اللي نفسك فيه؟ الحاجة اللي أنا كان نفسي فيها أن أنا كنت أبني لنفسي والبلدي مجد أوبرالي، لأن ياما أنا ابتديت ما كانش في حاجة اسمها مصري يغني،
ولكن دلوقتي أنا مبسوط قوي أبص في الأوبرا، أبص ألاقي فرقة قومية مكونة من حاجة بتاعت 34 مغني على مستوى عالمي بيغنوا حاجة بتاعت 40 حفلة سنوية على خشبة المسرح في الأوبرا وفي اسكندرية باكتفاء ذاتي، وأوبرات كبيرة وعظيمة، وده أنا كنت بأصبه إليه بصراحة. لا أنا بكلم بقى على حياتك كمان الخاصة، يعني ربنا يديك طول العمر، عملت في عمرك كل اللي كان نفسك فيه؟ هو أنا سافرت وشفت العالم وحبيت حب ما حصلش في الدنيا، وكان عندي ابن أنا كنت سعيد بيه وتمتعت بيه بإذن رب العالمين 18-19 سنة، يعني الحاجات الحلوة دي كلها من أولها لغيرها ما أقدرش أقول غير الحمد لله عليها. يعني أنت راضي؟ ده أنا راضي جدا الحمد لله، راضي جدا بما أسهمه لي ربنا. خدت كل حاجة من الدنيا؟ مفيش حد بياخد كل حاجة من الدنيا، مفيش حد في الدنيا بياخد كل حاجة. طب الدنيا حرمتك من إيه؟ النهاردة حرماني من ابني ومن مراتي الحمد لله، والسعادة بتاعتي ان انا عندي الصحة والعافية، والسعادة بتاعتي ان انا متصالح مع نفسي، والسعادة بتاعتي ان انا راضي باسمة ربنا عليا. سبت التمثيل ولا التمثيل سابك؟ التمثيل سابني. تفتكر ليه وانت ما شاء الله لسه بتتمتع بالرونق الجميل؟ والله دي اسم ونصيب وربنا بيوزع الارزاق، وعمري في حياتي ما هرضى غير باللي ربنا يسيب لي بيه. احنا كمان بنعتز بيك ان في فنان جميل اسمه حسن كامي في مصر. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم عليك. وانت بالصحة والسلامة، وانت كلكم بالصحة والسلامة يا فندم. حلقة انتهت معاك، وبكرة حلقة جديدة من سابقا. سلام عليكم.